بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هنكمل كلام عن الذكاء الاصطناعي، وهناخد بعض الامثله، وان شاء الله هناخد برمجه كده، حاجات في الذكاء الاصطناعي. فكره بقى، ايه الحاجات اللي ممكن تكون حوالينا فيها ذكاء اصطناعي؟ ايه رايكم؟ عايزين امثله كده للذكاء الاصطناعي اللي ممكن احنا نشوفه حوالينا. أنا ممكن أقول طبعا طبعا، زي الثلاجة، تمام. ايه تاني؟ التلاجه ذكاء موبايل، اصطناعي. التلاجة ازاي يكون فيها ذكاء اصطناعي؟ موبايل. الموبايل، تمام. الموبايل فيه ذكاء اصطناعي، زي ان احنا نقعد نتكلم مع مثلا عندي حاجة اسمها شات جي بي تي وكو بايلوت مسطبة على الموبايل، فانا ممكن اروح اسأله اي سؤال وهو يجاوبني. التلاجة فيها ذكاء اصطناعي لو هي فيها امكانية انها تعرف ايه الاكل الموجود، وتطلب من الانترنت، انترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، وتعرف مثلا اقول لها في وصفه انا عايز اعمل بيتزا مثلا، فتقول لي انت معاك كل حاجه ما عدا حاجه معينه لازم ان انت تطلبها عشان تعرف تعمل البيتزا ديت. ايه تاني؟ مثلا زي الكمبيوتر، جميل. الكمبيوتر فيه ذكاء اصطناعي. فيه ذكاء اصطناعي، مش كل الكمبيوتر، لو هو عنده امكانيه ان هو يتعلم مني، او ان هو يتعاون معايا، او ان هو يترجم الصوت بتاعي لكتابه. يعني في حاجة مجالات كتيرة من الذكاء الاصطناعي ممكن تكون موجودة في الكمبيوتر. الغسالة، ازاي الغسالة يكون فيها ذكاء اصطناعي؟ هو مظبوط، بس انا عايز اعرف. مثلا هي مثلا احنا مثلا هنغسل مثلا ابيض، ودوسنا على حاجة تانية فيها بص. شاشة كده، يعني ايه بتعرفنا. تمام، جميل، تمام. طيب هي اتصرفتش، ممكن هي لوحدها تظبط نفسها، تشوف ايه الغسيل اللي موجود، وتظبط نفسها على الوقت المناسب للغسيل، ودرجة الحرارة وكمية المية وكل الكلام دوت. توصل بالموبايل، ممكن تظبطها على الموبايل. احنا ممكن نخلي البيت بتاعنا ذكي. البيت بتاعنا ذكي بمعنى ايه؟ لما ندخل هو يبقى عارف مثلا انا بحب اشغل ايه من الاصوات. بحب مثلا يشغل لي اني لمبة. ممكن مثلا قبل ما اقرب من البيت يبدا ان هو يشغل التكييف من خلال ان هو عارف اللوكيشن بتاعي. وممكن ان انا اتكلم معاه، واول ما ادخل مثلا المطبخ كل حاجه تبقى موجوده متصله بالانترنت، اقدر ان انا اتكلم معاها، اقدر ان انا اقول له خلي النور مثلا ازرق ابيض وهكذا. المسطار والعربية، العربيه، ممكن العربيه تسوق نفسها بنفسها. يعني ممكن العربيه تكون ذاتيه القياده من غير ما انا اعمل حاجه. انا عايز مثلا اقرا كتاب، فانا اقعد اقرا كتاب والعربيه توديني المكان اللي انا عايزه. مظبوط. ممكن تبقى متعرفه على الشخص نفسه، يعني لو حد تاني حاول يسوق العربيه هي تتعرف مثلا على بصمه العين، تتعرف على بصمه الصوت وهكذا، فتوقف الحاجات. يعني ما تمشيش غير لو صاحبها هو اللي ركب العربيه نفسها. تمام. طيب انتوا جربتوا البيك تو بلوكس، او جربتوا سكراتش في الموضوع البرمجه؟ ولا انا عارفاها وعملتها، ومش عارفاها يعني عارفاها، وكنت بعملها كتير قوي في المدرسة وامتحنت كذا مرة، فانا عارفاها. جميل، بس حاولي تطبقي، لان ممكن الواحد يبقى عارف معلومه لان هو ما بيطبقهاش ممكن ينساها. يعني اي حاجه احنا بنتعلمها لو ما طبقناهاش كتير بعد فتره بحاول افتكرها ما بنساها خالص. ماشي، فحاول تطبقي اللي احنا بنقوله حتى لو انت عارفاه، عشان برضو ايه تبقي فاكراه. طيب احنا ناخد النهارده كام مثال كده. اتفضلي. لا تقول حاجة كده، ماشي. تمام. طيب هنبدأ نشوف مع بعض الأمثلة كده البسيطة، نتعرف منها على فكرة البرمجة، وهناخد برضو حاجات خاصة ان انا لو اديته صورة يتعرف على كل حاجة في الصورة، لو انا اديته مثلا يتعرف انا فرحان او حزين او كذا. الحاجات دي مهمة جدا، لان هو لما يعرف مثلا ان انا حزين ممكن يبدأ يجيب لي أخبار مفرحة وهكذا، فيبدأ إن هو يساعدني في الخروج من الزعل. طيب إحنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنروح للإيفنت. الإيفنت ده ممكن يكون إن هو ده زرار معين، أو داس العلامة اللي هي إيه جو ديت. أنا عايز النهاردة إيه أخليه يجمع رقمين، بس الرقمين دول مش أنا اللي هديهم له. أول ما يشتغل هيسألني إيه هو الرقم الأولاني، وبعد كده يسألني إيه هو الرقم التاني،
وبعد كده يجمعهم ويجيب لي رسالة كده ان 1 + 1 = 2. فاول حاجة هعملها ان انا هبدأ ان انا اسأل المستخدم الرقم الاولاني كام. What's your number؟ ماشي. طيب ممكن نكتبها ما هو بالعربي خالص، ما هو الرقم الاول. طيب الرقم الاولاني دوت هيبدأ ان هو يحطه في الانسر دوت. طيب بعد كده انا عايز ابدأ استخدمه، فهعمل حاجة اسمها متغير. متغير يعني مكان فاضي في الذاكرة اقدر احط فيه اي رقم انا عايزه. يعني ممكن اقول له ايه المتغير ده اسم اليوزر احمد محمد لوجي وهكذا. فاجي هنا اقول له فاريبل واقول له اعمل لي متغير ونسميه نمبر 1 واخليه نمبر، يعني هو لا اما نمبر لا اما سترينج. سترينج يعني ايه؟ كتابه اسم الشخص. فاقول له اوكي واقول له خلي المتغير ده بتساوي الانسر. يبقى لو انا قلت له رقم 1 هيبدأ يجيب لي رقم 1 هنا. طيب هقول له اعمل لي بقى ايه اسك مرة تانية بقى اسك ما هو الرقم التاني ويجمع لي الرقمين مع بعض. ماشي. طيب وده هيبقى ليه الانسر بتاعته اهي، واقول له اجمع لي الرقمين مع بعض اللي هو نمبر 1 ونمبر 2. نمبر يبقى انا كده هطلب من المستخدم اول ما اشتغل الرقمين، الرقم الاول والرقم الثاني. set number 1 بتساوي الانسر، set number 2 بتساوي الانسر. كده جاب لي اهو نمبر 1 وجاب لي نمبر 2، الاثنين موجودين هنا فوقهم. لو انا شغلت هيسالني ايه هو الرقم الاولاني مثلا 3، ايه الرقم الثاني 5، بس انا ما قلتلوش حاجه، ما قلتلوش اجمع، فهو خد الارقام دي وما عملش بيهم حاجه خالص. فلازم اقول له ايه اجمع لي الارقام ديت. فهعمل متغير اسمه ايه ريزولت. ريزولت يعني النتيجه، او ممكن اكتبها بالعربي ريزولت، النتيجه ريزولت. عايز بقى اقول له ان الريزولت ده بتساوي، الريزولت ده بتساوي نمبر 1 زائد نمبر 2. فعايز اقول له ايه بقى، هقول له ست اهو الريزولت ده هتساوي، عايزين نقول له نجمع الاثنين مع بعض. نروح نجيبها منين؟ مين في كل كان يشتغل سكراتش قبل كده؟ عايز اقول له اجمع لي رقم 1 ورقم 2. هنجيبهم من الواز الايه دول. تمام وهنقلل اول واحده. ايوه صح كده. كده بقى انا عايز اقول له ايه حط نمبر 1 ونمبر 2. فالفاريبل اقول له نمبر 1 ونمبر 2، نمبر 1 ونمبر 2. كده انا بقى عندي المتغير ده اسمه الريزولت ده في الكونتين. فاقول له اكتب لي كده say الريزولت. تعال نجرب كده، بيقول لي الرقم الاولاني، الرقم الاولاني مثلا 3 والرقم الثاني 5، فجمع لي وقال لي ان هو رقم كام 8. بس انا عايزه يجيبها لي بشكل احسن، عايزه يقول لي ايه ان الرقم الاولاني زائد الرقم الثاني بيساوي كذا. فهعمل حاجه اسمها ايه جوين. جوين دي على اساس ان هو يكتب لي الجمل كلها مع بعض. جوين هحط هنا مثلا نمبر 1 وبعد كده اقول له جوين تاني عشان احط ايه الرقم التاني. خلينا نحطه جوين 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 4 مرات ونكتبهم بقى بالترتيب مع بعض. ماشي. طيب هقول له هنا مثلا هنا حط لي الفاريابل اللي اسمه نمبر 1. احنا كده هنبدأ نجمع مع بعض بقى. هقول له الفاريبل نمبر 1 واكتب له هنا ايه علامة الزائد، وبعد كده نمبر 2. تمام. وبعد كده هقول له بتساوي، وبعد كده هقول له ايه الريزولت بتاعتي.
واحطهم هنا ايه بالشكل دوت. طيب خلينا نجرب نقول له شغل، فهو بيسألني بقى اول ما شغل بيقول لي اول رقم كام، هقول له 3، وتاني رقم 2، فيقول لي 3 زائد 2 بتساوي 5. كده احنا عملنا برنامج صغير يقدر يجمع. ممكن بقى نبدل علامة الزائد ديت بأي حاجة من الايه، علامة الضرب، علامة القسمة، علامة يساوي، الحاجات دي كلها. فاحنا عملنا البرنامج ده أول برنامج معانا، أو برنامج سهل خالص، مجرد إن هو ايه بيجمع لي الرقمين مع بعض بشكل جميل وبيديني الناتج بتاعه بشكل حلو. فعايزينكم تبقوا تجربوه وتبعتوه على الجروب وتوريه لنا، عشان ايه لو في أي مشاكل ما عرفتوش تعملوه نبدأ نفكر فيها مع بعض. ماشي، اتفقنا؟ خلاص ماشي. تعالوا بقى نعمل برنامج تاني. طيب لو انا عايز اسيف البرنامج ده هاجي هنا اقول له سيف، او سيف از، او فايل شير هشاركه مع حد من الزمايل. فلو انا عايز احتفظ بيه هقول له سيف، واقول له ايه انا ده للجمع بلس مثلا. طيب عايز ابدا واحد جديد، فاقول له فايل واقول له نيو، فيبدأ بقى يكريت، بيقول لي انت عايز البلوك ولا البايثون، لسه هناخد البايثون بعدين، ولا ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج دي من الحاجات السهلة قوي يعني ما تقلقوش منها. طيب هناخد ان احنا عايزين نرسم شكل مضلع. شكل مضلع ده يعني ايه؟ شكل خماسي، سداسي، سباعي، بس انا مش هحدد، هخلي المستخدم يعني انا لو اديت اللعبة دي لحد صاحبي هو اللي يقول انا عايز ارسم شكل خماسي، فيترسم له شكل خماسي انا مش هبقى عارف هو عايز ايه. تمام، فنفكر فيها مع بعض كده. اول حاجه انا عايز اقول له ايه لما نبدا اللعبه اللي هي جو، عايز اساله هي هتبقى كام رقم، فاروح لفين بقى عشان اساله؟ هاجي هنا اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت، واتس يور نمبر، بدل نيم هتبقى نمبر. طيب هو مثلا لو قال لي شكل ثماني يبقى هو يرسم لي هنا شكل ثماني. طيب عشان ارسم ويبان معايا، يعني هو لو اتحرك مش هيبان معايا الحركة بتاعته، هستخدم البن، القلم، علمت على القلم، هيبدأ ان هو يحمل لي القلم هنا. طيب عشان يبدأ يرسم هقول له ايه بن داون، يعني حط لي القلم، حط لي القلم. احنا لازم نفهم يعني مش نحفظ الحاجة نفهمها، عشان لو انت ممكن انت تعمل حاجه احسن مني تقول لا ده انا هعمل كذا، انا هضيف كذا، انا هختصر الطريق. طيب هعمل بقى فاريبل عشان اعرف الرقم ده كام، اللي هو مثلا 5 6، ابدا ان انا استخدمه تاني. فاقول له اعمل لي فاريبل متغير وسميه سلايد او اي اسم، الاسم اللي انا بسميه دلوقتي مش هيفرق. طيب السلايد دوت ست سلايد، خلي السلايد دوت بتساوي الفاريبل إجابة السؤال اللي هنا اللي هو انسر، حطيناه بالشكل دوت. يبقى انا هسأله واخد الرقم ده واخزنه عندي هنا، وبعد ما اخزنه هبدأ بقى احط القلم وابدأ اتحرك، يعني كل ما ده يتحرك كده هيبدأ يرسم. طيب ممكن برضو نروح هنا للقلم، هستخدم حاجة اسمها ايه اريز اول، لو انا عايز امسح كل حاجة ادوس عليها كده يبدأ يمسح اي حاجة مرسومة. طيب انا عايز الحاجة دي تتكرر كام مرة حسب عدد السلايد، يعني عايز اقول له ايه ارسم خط وارسم خط تاني وارسم خط تالت لحد ما يكمل الخمس خطوط او ست خطوط. فهنعملها مع بعض، هقول له ايه كرر ريبيت، عندي هنا ريبيت 10 مرات، وعندي فور ايفر، فور ايفر ده يعني هيقعد يمشي بدون اي مشكلة خالص. طيب انا عايز هنا اقول له كرر لي الكلام دوت حسب عدد السلايد، يعني لو قلت له 5 هيبدأ يكرر 5، لو قلت له 6 يكرر 6. هخليه يتحرك مسافة معينة واخليه يلف بزاوية معينة. اتفضل. هو انا مثلا لو يعني لو عايز اغير الالوان كده ينفع اخليه يعني هو مثلا مش ما هو يمشي يرسم حاجة، مثلا لو عايز يرسم مثلث هو انا بحركه، يعني انا بحركه مع شكل مثلث. طيب لو انت عايز تحركيه تكتبي له هنا 3، هيبدأ يتحرك 3 خطوط يروح رسم لي الثلاثة. تمام، انا انت عايز تحركيه عدد الارقام هو اللي هتكتبيه هنا،
فلو قلت له 3 هيرسم 3، لو قلت له 5 هيرسم 5. يعني هو مثلا لو 3 هيعمل لي واحد كده وواحد كده وواحد كده. اه هيعمل ايه؟ هيمشي كده ويمشي كده ويمشي كده، وهو حتى هو بمشي صح؟ لا انا هخليه يتحرك مع نفسه دلوقتي، خلينا نجربها مع بعض وتشوفيها. انا دلوقتي هقول له ريبيت، انا عايز احركه مسافة معينة، هقول له مثلا اتحرك اتحرك موف، عايزين نشوف بقى الحركة قد ايه. موف ماشي، وعايز اقول له ايه؟ لف ماشي، اخليه يتحرك شوية ويلف. تمام، طيب بيتحرك بمقدار قد ايه؟ انا هشوف، انا عايز احركه مثلا 3 مرات على يعني يرسم مثلث، فهقسم ال 360 على الثلاثة. لو ارسم مربع هقسم 360 على الاربعة، دي بتفرق في الزاوية، يعني الزاوية دي لو قلت له 15. طب خلينا نجرب، ودي مش صح اللي انا عاملها دي مش صح، بس تجربة عشان نفهم بس انا عايز اقول ايه. هقول له مثلا كام ضلع؟ طب 4 مثلا ماشي، اتحرك هو 10 خطوات وخلاص على كده. لا انا عايز اقول له 360 على الرقم اللي انا هديه له. طيب نقول له مثلا يعني هو مثلا هو هيمشي 10 خطوات هيعيدها بقى تاني 15 مرة صح؟ عدد، اه انت عايزه كم؟ انت عايز السلايد دي اللي هي عدد المرات، انت عايزها كم مره؟ مثلا 10 مرات. طيب يعني عايزه شكل 10 اضلاع صح؟ اه طيب خلينا اكتب له هنا 360. 360 دي لو عندي الشكل اللي احنا بنرسمه بيبقى 360 على اللي انا عايزه، السلايد ده سلايد اهو، وبرده الزاويه اهم حاجه بالنسبه لي الزاويه. تمام، الزاويه دي هقول له برده 360 على السلايد بين داون اهوت سلايد. مستر ايوه حاضر، اه اتفضل. هو احنا لو عاوزين نحركها او احنا بنحركها ازاي؟ بنحركه ما هو احنا بنحركه من خلال ان احنا بنكتب له اوامر ان هو يتحرك مثلا بالمقاس دوت، موف 360 على السلايد ماشي. طيب هيريز اول، نقول له ارجع، هو راح فين؟ سلايد سلايد. طيب خليني افتحه لكم على المتصفح. كام مثلا؟ 5. هو هنا زيرو وزيرو، وهنا 100، 5. خدتوا بالكم من اللي حصل؟ انا بكتب له مثلا 5، يبدأ ان هو ايه يرسم الشكل الخماسي دوت. تمام اهو، لو مثلا يعني مثلا ده شكل خماسي ده طيب شكل روبوت كده. انا اللي بقول له، انا بص هبدأ اهو اللعبة، انا هبدأ اللعبة واقول له ايه، انا عايز شكل ايه سباعي 7، هيعمل ايه؟ اتفضل. احنا يعني هو بنقول له الخط، هو يعني عاملين خطين، يعني نقول له 2 هو بيعمل خطين. اه هيعرف 2، الرقم اللي انت هتقوليه هيعمل ايه؟ تعالى نمشي خطوه خطوه كده. اول حاجه هو مستني ان احنا ندوس على علامه ايه؟ البدايه. اول ما يبدا البدايه هيقول لك انت عايز الشكل ده سباعي ولا ثماني ولا ايه بالظبط؟ انا قلت له مثلا 8 مثلا، تعالى نمسح واقول له 8. 8 واقول له انتر. الـ8 ده هيعمل بيها ايه؟ هيبدا يمشي بيها زي ما انا اقول له، هيمشي ايه اهو، شفت عمل شكل ثماني اهو، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 8. تمام، بين داون يعني هيبدا يحط القلم، كل ما يتحرك هيبدا يظهر معايا ماشي. ريبيت هيبدا يكرر، هيبدا يتحرك يعني لو خدناه. خليني اعمل لك حاجه حلوه قوي عشان تشوفيها بنفسك، هعمل حاجه اسمها ايه، ويت يعني استنى جزء من الثانيه عشان نشوف هو خطوه خطوه اهو. ايوه هو الضم هو القلم الايه؟
الطب هو هو الألم. انا ممكن الغي ممكن الغي ممكن الغي لك الشخصيه دي واخليها الم دلوقتي، هعملها لك حاضر. هو الدب ده انا كاتب الامر فيه، فخليني اعمل لك الم. لو انت عايز الم نعمل لك الم. بص اهوت اهو، عايزين نختار شخصيه تانية وقول له هنا انا عايز الم بن. دي اشكال كتيره، في بنسل ما فيش، اهو بنسل اهو. طيب انا عايز اخد الاوامر دي بقى كوبي واحطها عند القلم دوت، وهلغي الدبدوب ده خالص. ماشي اهو، هاخد الشخصيه دي كلها واحطها ايه عند القلم اهو. اجي عند القلم الاقي كل حاجه موجوده. طيب الدبدوب ده عشان مزعلكم هلغيه، تمام. طيب هبدا بقى الشغل بتاعي، هقول له القلم ده انا عايز اتحرك مثلا 8 اهو. بصي اه، بس انا ضفت حاجه، ضفت اللي هي ويت بوينت 1 يعني. هي ويت ثانية واحدة يعني، بس اه عشان جزء من نشوف. الثانية، بوينت 1 يعني 1 على 10 من الثانية، تمام. طيب انا قلت له اعمل ايه؟ واحدة واحدة. قلت له اول واحدة اتحرك بمقدار بيقسم 360 على الرقم اللي انا قايله له، 360 مثلا على 5. ممكن نلغيها ونقول له اتحرك مثلا 200، تبقى ثابتة 200. ماشي. طيب اول ما اشغل هقول له مثلا خليها شكل خماسي، بدأ يرسم لي خماسي. عمل ايه؟ مشي 200 خطوة، وبعد كده خد الزاوية دي 360 على السلايد، قسم مجموع زوايا الشكل كله 360، فهو بيقسمها على 5، بحيث ان هو كل مرة بحيث لما يخلص يكون خلصهم كلهم. ماشي؟ ايوه. هو احنا عاوزين نكبرها ازاي؟ ممكن بدل 360 دي ممكن نكتب الرقم احنا هنا، ممكن من 200 دي نخليها مثلا 300، يبقى هو يمشي 300 وبعد كده يرسم الزاويه الجديده وهكذا. بقدر اتحكم فيها من موف يعني المكان هيتحرك كام خطوه. السيرن دي اللي هي الزاويه نفسها اللي هيلفها. ماشي، خلينا ناخد اريز كده عشان نمسحها لنا اهو. فانت كتبت 300 تمام؟ هنقول له مثلا شكل خماسي. اهو بدأ يرسم لنا شكل الخماسي، بس خلينا ايه نظبطها كده احسن. خلينا نمسحها ونرسم مثلا شكل 9 مثلا، تساعي. بدأ يرسمه لنا تمام، بس هو رسم فوق. ممكن ننزل احنا كده ونقول له ارسم تاني شكل خماسي. ايوه. هو انا مثلا لو عايزه ارسم حاجه كبيره جواها حاجه صغيره، جواها حاجه صغيره كده، مثلا زي قلب كبير جواه قلب صغير جواه قلب اطول كده، اه مفيش وده مشكلة. يعملهولي. اه هتعملي ايه بقى؟ شايفة الريبيت ديت؟ هتاخدها كده كوبي بيست ريبيت بكل اللي فيها، تمام؟ وتقولي لها كوبي بيست، وتكتبي رقم تاني زي ما انت عايزة. يعني مثلا هتبدأي تشوفي الريبيت ديت، ممكن نحطها هنا، هيخلص الشكل ده وبعد كده يدخل في الشكل التاني، تبدأي تكتب بقى الأرقام اللي أنت عايزاها. يبقى أنا عندي شكل وجواه شكل تاني وشكل تالت ورابع، تقدري تكتبي الأوامر اللي أنت عايزاها. إحنا بقى بناخد الأساسيات، لكن أنت تقدري تعملي حاجات أحسن منها بكتير. ماشي؟ عايزكم تجربوها وتورونا إيه أنتوا هتعملوا إيه. بس طبعًا إيه الموف ديت المفروض بقى إيه تغيريها، يعني مثلًا بدل 360 هقول له مثلًا 200 مثلًا. وهنا تقدر تغير الزاوية اللي انت عايزاها عشان يبدأ يعمل. هو انا ممكن اكتب اي رقم؟ اه اكتب اي رقم انت، الشكل اللي انت عايزاه انت هتكتبي وتشوف الرقم اللي انت عايزاه ده اتعمل صح ولا غلط. انا عايزة اكبر رقم اولي، يعني مثلا هو مثلا ينفع اكتب اكتر مثلا من 500؟ اه مفيش اي مشكلة خالص. عايزاه يتحرك 500 اكتبي عايزاه يتحرك 500. اه عادي يعني، هو مفيش رقم محدد ما ينفعش امشي بعديه؟ لا لا مفيش رقم محدد، هي الفكرة كلها ان بعد فترة لو كتبت رقم كبير هيخرج من الشاشة ديت، تمام. بس مفيش مشكلة، ممكن نكتب له كود بعد ما تخلصي. تكتبي له كود، في هنا كود اسمه ايه؟ جو تو اكس مثلا واي اهو، اللي هو ده. بعد ما تخلص روح للمكان الفلاني، اكتب له انا بقى ايه؟ بعد ما تخلص روح للزيرو زيرو او اي رقم انت عايزاه، ده زي ما انت عايز، تمام كده؟ اوكي. طيب خلينا نعمل برنامج تاني مع بعض. البرنامج ده هيعرف انا حزين ولا فرحان، ماشي؟ فهنبدأ نفكر فيها مع بعض. انا محتاج ايه؟ انا عارفه مثلا لو هو انا بصور نفسي ومثلا بصور صورة، فهو مثلا لو انا ببتسم هو يقول لي انا مبتسم، لو انا تعبان يقول لي انا حلو. تعبان. طيب ما دمت انت عارفاها ناخد حاجة تانية معاها، ماشي؟ انا هاجي هنا واقول له فيس ديتكشن،
اكتشف الوجه بتاعي ده حزين ولا بتاع، هشغل الكاميرا يعني كل ثانية هيجيب لي نتيجة مختلفة. ماشي طيب خلينا نبدأ كده، هروح للإيفنت وأقول له إيه أول ما يبدأ مع بعض. طيب أنا عايز أول ما يبدأ يعمل إيه؟ يشغل الكاميرا، تمام، يشغل الفيديو، هقول له تيرن أون فيديو. لو بصين هنا هنقول له إيه؟ أوف أو فيليب أو أون. أون يبقى شغل الفيديو، أوف هيقفل الفيديو، فيليب هيعكسها، لو أنا فاتح هيقفل، لو أنا قافل هيفتح. تمام؟ طيب. طيب بعد كده هناخد ايه؟ انا عايز الحاجه دي تبقى معايا على طول فور ايفر، يعني اول ما اشغل الكاميرا يبدا الموضوع يتكرر معايا، فاقول له كنترول واقول له ايه فور ايفر. طيب انا ممكن اقول له اعرف المشاعر بتاعتي، بس انا عايز منه حاجه تانية، يكتشف في كام واحد موجود، يعني لو في اتنين موجودين هيتعرف على ده ولا ده، فانا عايز اقول له ايه لو واحد بس، لو ما ممكن نسأل سؤال؟ اه اتفضل اتفضل. لو مثلا لو في اتنين مثلا، هو يقدر يتعرف مع ده وده في نفس الثانية؟ ايوه في نفس الثانيه يقدر يكتب على كل واحد ان ده هابي او ده انجري، يعني يقدر يتعرف على الاثنين. طب قدر ما فيش حد خالص، يعني ما فيش حد موجود اصلا، فيجيب لي رساله ان ما فيش حد موجود، خلاص هنتعرف بقى على حاجه حلوه اسمها ايه، اف، قاعده اف. قاعده اف دي عباره عن ايه؟ لو الحاجه حصلت اعمل الموضوع ده، لو الحاجه ما حصلتش ما تعملش الموضوع ده. يعني لو انا عندي قهوه بن في البيت اعمل قهوه، لو مفيش بن ما تعملش قهوه. قاعده اف هي قاعده سهله جدا وموجوده في الانجليزي وموجوده في الكمبيوتر وموجوده في كل حاجه. هقول له لو الحاجه دي موجوده اعملها، لو مش موجوده ما تعملهاش. خلاص؟ طيب فور ايفر طول الوقت هيعمل اناليسيس للصوره بتاعتي، كل ثانيه يعمل اناليسيس. طيب يعمل اناليسيس للكاميرا ولا الستيج؟ الستيج دي يعني المساحه اللي ورا، فلو انا عايز الكاميرا اختار كاميرا، لو عايز الستيج ممكن يكون فيه انا حاطط صوره، يعني ممكن يكون انا حاطط خلفيه فهو هيحلل الخلفيه. طب انا دلوقتي عايز كاميرا، لو خلفيه حاجات طبيعيه هو هيعرف برضو. اه ممكن احط خلفيه واقول له شوف الشخص ده حزين ولا زعلان، هنعمل الموضوع ده بعد شويه. هو ما فيهاش اشخاص مثلا، فيها شجر اه لا، كده. هو بقى دي اللي انا هكتبها دلوقتي، لو ما شفتش شخص، لو ما شفتش واحد جيب لي رساله ان مفيش حد موجود، يعني لو كلها اشجار، طب الاشجار حزينه ولا زعلانه؟ مش هنعرف. تمام طيب خلاص، يبقى انا هقول له كده، هكتبها له قاعده اف. عندي قاعده اسمها ايه؟ قاعده اف موجوده في لو الشكل حزين او لو في، شوف الوجه الاول. تمام عباره عن ايه؟ هقول له لو في شخص واحد ابدا اشتغل، يعني هقول له لو في اكتر من زيرو ابدا اتعرف على الاشخاص. تمام طيب اهي اسمها جيت فيس، جيت فيس. يبقى كده انا عملت ايه؟ اول واحده هيبدا يشغل لك الفيديو، هو كان الفيديو مش شغال فهو مش شايفني، تاني واحده هيحلل الصوره ويبدا يشوف هل في صوره في الكاميرا ولا لا. طيب لو في لقى وجه هيبدا ان هو يديني الكود دوت، لو ما لقاش وجه هيقول لي مفيش حد موجود في الصوره. ماشي طيب سي اهي، عندي سي هجيبها مرتين، سي اهو. ممكن اختار دي اللي هي لسنتين او ممكن اختار اللي هي على طول، تمام دي او دي تمشي. طيب هقول له ايه بقى؟ لو لقيت شخص ابدا اكتب لي هو حزين ولا لا، لو ما لقيتش شخص اكتب لي لا يوجد احد، واشغل دلوقتي قدامكم الكاميرا ونجرب البرنامج، ولو في مشكله نبدا ان احنا نحل المشكله مع بعض. طيب انا عايز، يعني اسال سؤال، يعني هو لا مثلا انا هشغل الكاميرا، هشغل الكاميرا، هو هيبص لو في حد موجود هيقول لي الشخص ده حزين ولا زعلان. طب لو ايوه مثلا، يعني هو مثلا انا مثلا دلوقتي سايبه الكرسي فاضي ومفيش حد، هو هيقول لا يوجد احد صح؟ ايوه مظبوط. ولو مثلا لو انا موجود بقى هيصورني ويقول لي اسمع مبسوط او زعلانه ايوه ولا مش هي. ولا هيقول لي يوجد احد؟ لا لو انت موجوده، لو هو شاف وجه هيبدا يتعرف على الوجه دوت، لو انا مش موجود هيبدا يقول لي مفيش حد موجود. طيب تعال نشغل، هيقعد ثواني كده بيشغل الكاميرا، تمام، وبعد كده هيبدا ان هو يحلل، اهو هو بيبدا يشوف او بيقول لي ايه ان انت مثلا اه بدا يتعرف عليا اهو.
انا مبتسم فقال لي هابي، طب هعمل انا زعلان باي. انجري، تمام. طب انا هختفي دلوقتي، لا يوجد احد، تمام. يبقى احنا كده برمجناه ان هو يتعرف علينا ويبدأ ان هو ايه يتفاعل معانا، تمام. ده البرنامج ده مهم جدا جدا، لان هو ممكن ايه يبدأ ان هو مثلا بيتركب في المطارات، بيتركب قدام البيوت، الكاميرات المراقبة، كل الكلام دوت بيبدأ يحلل الشخص لو لقى شخص متوحد. مثلا لو شخص، مش مبين حاجة من وشه، تمام. يعني هو مثلا شخص ومش مبين حاجة من وشه غير عينيه مثلا، هو هيقدر يتعرف عليه ولا لأ؟ هو بيحاول ان هو يتعرف عليه، لو قدر يتعرف عليه هيقول لي، لو ما عرفش طب هو تعالى نجرب، انا هغطي وشي خالص وانت قولي لي مقاساتي ايه، يبقى كده هو مش هيتعرف عليا، لما هيشوفني هيبدأ يتعرف عليا. الموضوع ده مهم جدا، لان هو ده فعلا البرمجه، ان ممكن ايه اتفق مع شركه انا هعمل لكم برنامج، لو حد مثلا داخل الشغل ومش ملتزم بالزي الرسمي، مش لابس بدله مثلا، او لابس زي غير اللي احنا متفقين عليه، تمام، فده يعتبر مخالف، يعني ممكن يتركب على باب المدرسه لو طالب مثلا. اتفضل. زي كمان صح؟ زي الكنبه ملهاش مشاعر، هو بيعرف ازاي ان ده شخص ولا لا؟ هو ادينا صور اشخاص كتيره، صورتي وصوره او قرايبي وبتاع، فبدا يعرف ان لازم يكون في عينين، ولازم يكون في مسافه بينهم، ولازم يكون في فم وانف، فلما بيشوف صوره زي كده يبدا يتعرف عليها. يعني مثلا لو في اكتر من 20 شخص يقدر هيتعرف عليهم كلهم؟ هيبدا يجيب لي كل واحد فيهم، ويبدا يجيب لي الاسامي بتاعتهم. المثال الجاي او الحاجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي بتتكلم عن كده، ان انا هديله صوره وفيها حاجات كتيره، عناصر كتيره، هو يبدا يعرف. مثلا شجره مرسوم عليها وش سعيد مثلا، لو عينين خلاص، هو لو انا مثلا جبت له صوره من جورنان وفي صوره شخص، يبدا ان هو يتعرف عليه. العربية، يعني مثلا لو حتى هو مثلا رسمة يقدر يتعرف عليها؟ لو رسمة يتعرف عليها عادي، مفيش مشكلة خالص. لو أنا جبت له صورة الدبدوب ده، خلاص شايف إن الدبدوب ده مبتسم، هيبدأ يجيب لي إن هو مبتسم. مثلا طب لو مثلا الولاد مثلا محفور على وش سعيد، هل هو هيعرف هو زعلان ولا فرحان؟ هو بيتبرمج وعنده حاجة اسمها إيه؟ تعليم آلي. تعليم آلي يعني إيه؟ يعني بيتعلم واحدة واحدة، يعني لو أنا اديته معلومة وهو جابها غلط، ممكن أقول له لا خلي بالك دي معلومة غلط، يعني مثلا لا هو مثلا هو مش بيتعرف غير على وش الإنسان بس. ما هو احنا عندنا كذا تطبيق، اللي أنا مشغله دلوقتي بيتعرف على وش الناس بس، في حاجات تانية بتبقى متعرفة على الحيوانات، هو اتبرمج على كده. ممكن واحد بقى ياخدهم ويقول له ايه، انا هبدا اعرفك على الاثار المصريه مثلا، يبدا يعرف على الاثار المصريه، يقول له لما تشوف ده تعرف ان ده اثار مصريه. واحد مثلا، اتفضل. طب هو ممكن يعرف من الحرف؟ من الحرف؟ يعني ايه حرف؟ يعني انا دلوقتي اسمي محمد، يقول نرسم له حرف الام يعرف؟ دي بقى اسمها ايه، التعلم الالي. يعني لما احنا بدانا خالص كان في حاجه اسمها كده، ان انا ممكن ابدا ان انا اغذيه بمعلومه معينه، ماشي. طيب خليني اوريك الفكره، يعني الفكره كلها دلوقتي ان انت تقدر تبرمج بدون ما تبذل اي مجهود خالص، وهو يبدا يتعرف على الحاجه ديت، ويبدا ان هو انت مثلا ممكن تدربه على اللعب بتاعتك، تبدا تقول له ده سبايدر مان، ده سوبر مان، وهكذا، فهو ما كانش يعرفها قبل ما انت تقعد معاه، لما قعدت معاه هو خلاص بيبدأ ان هو يفهمها، ويبدأ ان هو يبرمجها وكل حاجة، ماشي. دي حاجة اسمها ايه، ماشين ليرنينج انفايرمنت. انا اسأل سؤال، مثلا لو احنا كاتبين، هو زعلان يا فرحان، انت تعرف لي كده. مثلا لو شخص مذهول هو شايف حاجة كده، فيعني مندهش، شكله لو مستعد. لا هو مش عارف، مش سعيد وغضبان بس، لا هو مشاعر كتير، يعني من ضمن الحاجات مثلا انجري. مثلا لو احنا مبرمجينه بس على سعيد وزعلان، هل بقى هيقدر يعرف الوشوش لو اي وشوش تانية؟ هو بقى ساعتها بيبدأ يشوف اقرب حاجة ليها، يعني واحد مثلا انا كنت غضبان، مديله شكل غضبان، فغضبان دي
تبع السعيد ولا تبع الحزين؟ تبع الحزين، فيحطها في الحزين. ممكن اقول له لا، خلي في واحده ثالثه، يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه. طيب محمد كان بيسأل انت يعني احنا مثلا لو برمجنا على حاجتين برنامج تاني هيعرفهم صح؟ هي لو هي مثلا برمجنا على السعيد والزعلان هل البرنامج التاني طيب هيعرفه؟ غضبان، غضبان دي اقرب للحزين ولا اقرب للفرحان؟ أرمز حزين طيب هيحطه في الحزين، اروح انا قايل له لا خلي دي حاجه ثالثه. يعني انا مثلا عندي الطلاب، في طلاب شاطرين وطلاب مش شاطرين، في نص نص، فهو يبدا ان هو كان بيقسمهم لكذا وكذا، اقول له لا في اسم تالت. ماشي، دي حاجه اسمها ايه، ماشين ليرنينج انفايرمنت. ميزته ان انا حتى بعد ما برمجه هو بيتعلم من نفسه. تمام، يعني ده مثلا مثال هوريه لكم، كنت بعلمه حاجه معينه، تمام، اديته ايه صور ليا وانا ماسك الموبايل، ماشي، وبعد كده اديته صور تانية وانا مش ماسك الموبايل، فبدأ يتعرف. تمام، اول ما اقول له ابدأ، يبدأ ان هو يتعرف على الموبايل بتاعي، حاجة اسمها ترين اجين. تمام، يعني انا ممكن اديله صور. هو انا مثلا اسأل سؤال، اه طبعا طبعا، هو انا مثلا لو جبت سمايل فيس من على الموبايل مثلا اه يقدر بقى يتعرف عليه ولا لا؟ طيب ممكن تعرف عليه. طب اقدر ما تعرفش عليه؟ ببدأ انا اروح قايل له ان ده وجه حزين، لو اتعرض ليها بعد كده او فرحان يبدأ يعرف ان ده فرحان. يعني لو هو في مرة من المرات ما اتعرفش، بعد كده انا بفهمه. تمام، يعني ده مثلا مثال، انا عامل صور ليا وانا ماسك الموبايل وصور وانا مش ماسك الموبايل، بعد كده بقول له مثلا شغل الكاميرا واعرف بقى انا ماسك الموبايل، بص هنا انا ماسك الموبايل ولا مش ماسك الموبايل. طيب هو اتعرف عليه، قال لك ان انا مش ماسك الموبايل اللي هي كلاس 2، حطها هنا. اول ما امسك الموبايل خلاص بقى عارف ان ده ايه، كلاس 1 100% انا ماسك موبايل. تمام، فدي بقى تفيدني في ايه، ان انا ممكن ابرمج الكاميرات اللي في السوبر ماركت يعرف اذا كان في حد مثلا حرامي او في حد سرق حاجه او كذا، طول الوقت ال 24 ساعه بيراقب كل حته في المتجر، لو لقى حد حط حاجه في جيبه ومن غير ما يدفع فلوسها يبدا ان هو يعمل ايه، انذار، ويبدا ان هو ينبهني ان في حد حرامي. اهو انا كده مثلا لو هو ابن وش غريب مثلا هو يقدر يتعرف عليه؟ ماشي، لو كان من الفضاء، قال يعني كان جاي من الفضاء، مش ما عمرنا ما قلنا الكمبيوتر عليه. تمام، هو ما تعرفش عليه، اروح قايل له خلي بالك ان ده كائن فضائي. يعني هو عمره مثلا ما شاف، هو اتبرمج مثلا في امريكا فشاف حيوانات امريكا وعرفها كلها ما عدا الجمل مثلا. تمام، فاول ما جه شاف الجمل قال لي انا مش عارف ايه ده، ابدا انا اعرفه ان ده جمل. فهي الفكره كلها ان انا احنا وصلنا لمرحله مثلا لو وش متوتر هو مثلا يعرف بقى وزن الزعل على الفرحان؟ نبدا احنا نعرفه، يعني هو لو في مره من المرات ما عرفش ابدا ان انا اعرفه. يعني على سبيل مثلا المثال لو هو ما عرفش اول مره تاني مره بقى هيعرف صح؟ يعني هو انت مثلا في المدرسه في اول يوم ما كنتش عارفه ان مثلا ان في فعل ماضي وفعل مضارع، تاني يوم المدرس شرحها لك بقيت عارفاها خلاص، يبقى اي حد يسالك هتعرفيها. تمام، احنا مثلا الكمبيوتر قعدنا نبرمجه كتير قوي 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 ان هو يتعرف على وجه الوجه بتاع الانسان، لكن دلوقتي خلاص هو بيتعرف لوحده. امبارح انا كنت باخد امبارح كورس في السي في اللي هي الكمبيوتر فيجن، ان هو لما يشوف اي وجه يبدا يتعرف عليه. عندنا ناس كتيره ضايعه وناس كتيره لاقيينهم مش عارفين اهاليهم، نبدا نحط الصور مع بعض، يبدا يقول لي ده شبه ده، ده شبه ده، من خلال ان هو بيشوف المسافه بين العينين والقزحيه بتاعت العين والانف والفم وكل حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه حاجه اسمها ماشين ليرنينج انفايرمنت. تمام، او انا عملت صور كتيره وممكن اقول له مثلا اد كلاس، ضيف واحده كمان، الواحده دي مثلا هتبقى وانا ماسك ايه، كراسه مثلا اهو. تمام، هقول له ايه، انا عايز اشغل الكاميرا اهو واصور. تمام، اقعد اصور بقى ايه، صور كتيره. مستر انا ممكن اسال سؤال؟ اه اتفضل. هو مثلا لو انا مثلا لعب بول مش ولاد موبايل وموبايل قلت له مثلا خش بالكراسة هو هيقدر بقى يحدد ايه يعني هو؟ ايوه احنا هيكون مثلا انا شكلي قريب مثلا انا ماسك الموبايل. انا دلوقتي بعمل اهو تريننج، ضفت حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده، ان انا ماسك كراسه. تمام، هو دلوقتي بيعمل ايه، تريننج، بيبدا يفرق بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه والصوره الثالثه، وممكن تسميهم، تسمي مثلا هنا انا ماسك موبايل، هنا انا اهو مع الموبايل مثلا.
وممكن بقى ايه تقولي له مثلا ايه، ان ما حدش يدخل البيت بتاعي غير الفلان وفلان وفلان، لو حد غريب حاول يقرب من الباب يبدأ يقول لا خلي بالك ده شخص غريب. يبقى احنا كده نقدر نبرمج كل حاجة عندنا في البيت، في الكاميرا، في كل حاجة. هنا اقول له مثلا ايه، مع كراسة، الكراسة دي ما كانش يعرفها، تمام، فانا دربته عليها، فلما اتدرب عليها لو وريته كراسة يبدأ ان هو يفرق بينها، يعرف الكراسة ديت، تمام. الكلام ده كنا زمان لازم نقعد نكتب اكواد، هو اتدرب عليها من غير ما نكتب برمجة، خلاص هو بياخد المعلومة ويبدأ ان هو يجربها. ماشي. لو مثلا انا احط كاميرا قدام البيت وهو مثلا ما يدخلنيش غيري انا بس، لو مثلا لو حد غريب تاني دخل وانا في البيت يعني وانا عارف اول ما تجي جايني، هل ده هيقعد يقول كده؟ هو بقى ساعتها ايه، المفروض في السمارت هوم بيجي لك رساله، الشخص ده حابه ان انت تدخليه ولا لا، انا ما اعرفهوش، تمام. قلت له خلاص فلان وفلان دول قرايبي يقدروا يدخلوا في اي وقت، خلاص يبقى هو يفتح لهم الباب، واي وقت يجوا يقدر ان هو يفتح لهم الباب، بس يسجل ان مثلا منى قريبتك دخلت، تمام، يسجل لك بحيث لو حصل حاجه تعرف مين اللي كان موجود، تمام. ماشي. فهي دي بقى الفكره، ان انا بدربه على المعلومات اللي انا بديها له. دي حاجه اسمها ايمج كلاسفاير، كلاسفاير، ايمج كلاسفاير، يعني بيقسمهم لمجموعات على اساس بعد كده يبدا ان هو يشوفهم. انا كده دربته من خلال ان انا ايه، كتبت له ان ده موبايل او بدون موبايل او كراسه. ممكن تدي له صور مثلا 100 صوره لقطه و100 صوره لكلب و100 صوره لارنب، وبعد كده لو اديته صوره بس ما كنتش اديتها له قبل كده يبدأ يتعرف عليها، يعني تدي له صورة قطة ما كانش من ضمن ال 100 صورة اللي انت اديتها له قبل كده. وضحت؟ تمام ولا في مشكلة؟ تمام. طيب هو هيتدرب بس وبعد كده لو انا بس نسأل سؤال، مثلا لو انا اديته صورة واحدة يلغي يتعرف عليها برضه على سن الصورة؟ لو انت اديت له صورة واحدة هيتعرف على القطة دي بس، يعني لو اديت له صورة مثلا قطة عندك اسمها فولة، ماشي؟ خلاص هو لو شاف فل هيعرفه، بس لو شاف قطة تانية. مثلا لو انا اديته مثلا 100 صورة بس بس حيوان مختلف، هو بقى لازم تقولي له حيوان ايه وحيوان ايه، هو يتدرب عليها، تمام. وبعد ما يتدرب عليها يبدأ ان هو خلاص بقى قوي جدا في معرفة الموضوع دوت. يعني هو عشان يعرف مثلا الحيوانات والحاجات دي بنبدأ ندربه بكل الصور اللي موجودة معانا، كمية داتا كبيرة جدا، لكن بعد كده بيبقى عنده قدرة كبيرة على التعرف. طب قدر غلط في مرة، تمام، على سبيل المثال في هو عرف ان الكلب مثلا حجمه كبير، وبعد كده احنا ادينا له صورة قطة كبيرة اكبر من الكلب، فهو اتلخبط، فنقول له لا خلي بالك ركز على ان القطة مثلا ليها شنب مثلا، وان بيبقى مثلا عينيها لونها كذا ولها اظافر، فقلنا له يفرق بحاجات تانية، فيبدأ ان هو يفرق بعد كده. ماشي. ماشي. هو مثلا لو مثلا لو كلب مثلا جبت له صورة كلب وإيه وجبت له نفس هو الكلب بالظبط مثلا أو أم بتاعه، هو بقى هيدخله ولا لأ، ولا هو بيتعرف عليه في حاجات؟ انا دلوقتي وريته مثلا صور كلاب كتيرة، خلاص لو اديت صور كلب تاني يبدأ يفرق ويعرف ان ده كلب. مستر، اتفضل. هو احنا لا لو احنا بقى حد دخل البيت وهو يعني زي ما اتفقنا عليه وواحد تاني اتنطط على سنته وفتح له الباب، ما هو بقى المفروض بقى نبدأ نشوف الذكاء الاصطناعي ده غلط ليه، ونبدأ ان احنا ندربه صح، ان مثلا لا ما تقبلش الخدعه ديت. هي الفكره كلها انا عملت حاجه وواحد تاني كان خد على الكمبيوتر جاب صوره. ممكن هما مثلا اتنين توأم وايه واحدة مثلا هي مثلا حرامية يعني، واحدة تانية على قد عادي أنا عارفاها مثلا وعاملة نفس شعرها وبتلبس نفس لبسها وكده، هو هيدخلها؟ ما انت البواب اللي قدام العماره، ماشي، لو هو ما بيعرفش يفرق بينهم خلاص يبقى كده الكمبيوتر مش عارف يفرق بينهم. في حاجه اسمها توأم متماثل، الاثنين شبه بعض خالص، حتى ابوهم ما بيعرفش يفرق بينهم، فالكمبيوتر ساعتها مش هيقدر يفرق. ايوه. هو لو واحد يعني شبه واحد يعني لو اثنين توأم والتاني حرامي
يعني شبه بعض وواحد حرامي، تمام. بس قصدي مثلا لو هما اتنين توأم، واحد هو الكمبيوتر عارف الاتنين لو هما اتنين توأم، وجه ده تالت واحد تالت حرامي وعامل نفس شكله اكيد في فرق، اكيد في فرق صغير خليه يركز على الفرق دوت. يعني مثلا ممكن يكون حد فيهم شعره طويل، شعره قصير، عينيه اخضر، هو بيفضل لا لو يركز. هما الاتنين مثلا نفس طيب الشكل انا بالظبط فرق بينهم ازاي؟ طيب انا كانسان عادي بفرق بينهم ازاي؟ مش عارف ممكن البصمه، مثلا ممكن البصمه بتاعت لو هما الاتنين البصمه بتاعت الايد ما بتتكررش، ولا بصمه العين، فممكن نركز على البصمه مثلا. مثلا لو مثلا لو اتنين توأم زي بعض وواحد تالت حرامي مثلا جه هو هيقدر مثلا لو هي مغمض الحرام الثالث عيونه هيعرفه، ورجعه الحرام الثالث هيعرف، تمام. انما لو هما الاثنين توأم مفيش اي فرق بينهم، هو بيدرس بشكل قوي جدا ويقدر يعرف فروق احنا ما ناخدش بالنا منها. يعني بيبدأ يدرس مثلا دي اطول من دي ملي، او دي شعرها مثلا كذا، ممكن يكون انا مش واخد بالي منها لكن الكمبيوتر بيقدر يفرق بينها. ماشي. طيب خلينا ناخد مثال تاني، ان انا لو اديت صوره وفيها حاجات كتيره هو يبدا يفرق بينهم. ماشي. طيب انا هلغي الدبدوب دوت وهبدا اختار بقى شخصيه تانيه. ماشي. هختار مربع على اساس ان المربع ده يبدا ان هو يتحط على الشكل اللي انا عايزه، سكوير بوكس، تمام. وهغير خلفية عشان ايه يتعرف عليها. طيب السكوير بوكس دوت هبدأ ايه، اجي هنا ونبدأ ناخد حاجة من الذكاء الاصطناعي. احنا خدنا الفيس ديتكشن، عايز اخد بقى ايه الاوبجكت ديتكشن، يعني يبدأ يقول لي ان دي قطة، ده فار، دي شجرة، دي عربية، حسب الصورة اللي انا هديله. انا مش عارف هديله صورة ايه، يعني انا مش مجهز له صورة، تمام. طيب اول حاجة انا عايزها منه اقول له اول ما نبدأ الشغل، اللي هي العلامة اللي احنا متعودين عليها اللي هي ايه ديت، ابدأ بقى اعمل اناليسز للصوره، اناليسز للصوره. طيب الصوره دي موجوده في الكاميرا ولا في الاستيج ولا في مساحه العمل ديت، تمام. هي احنا مش هنشغل الكاميرا المره دي، هشغل ايه الاستيج. لو شغلت الكاميرا هيبدا يقول لي ايه الحاجات اللي موجوده في الاوضه اللي انا فيها. طيب عايز اقول له الباوندري بوكس المربع اخفه لي، مش عايز انا المربع، المربع اللي هو بيرسمه، انا عايز المربع بس اللي موجود ايه في السكوير بوكس، تمام. طيب انا لسه ما حطيتش صوره، خلينا نحط صوره كده من عندي، دي من عندي من على الكمبيوتر، انا مش عارف ايه الصوره اللي هلاقيها. ماشي. وهنجرب كذا صوره عشان ما تفتكرش ان انا مجهز صوره، لا هجرب اي صوره ونبدا نشوف هيتعرف عليها ولا لا. ماشي. دول لين وتالي يا اولادي، بس ايه مش هضيفهم دلوقتي، ولكن مثلا هديله صوره الشخص دوت، انا عايزه بس يعرف ان في شخص موجود في الصوره. طيب هاجي هنا وعايز اقول له ايه، خلي عدد العناصر set object بتساوي ايه زيرو. طيب يبقى انا هعمل متغير واسميه object، وده على اساس يقول لي في كام عنصر في قلب الاسطورة نفسها. object تمام، number. اوكي. طيب الاوبجكت دوت هقول له سيت اوبجكت، احنا لسه مش شفناش ولا عنصر فهنخليه زيرو. اول ما اكتشف العنصر هيبدا يقول لي ده عنصر اتنين تلاتة زي ما انا عايز. طيب انا عايزه يبدا يكرر، هو مثلا ايه عرف ان في خمس عناصر، يبدا يكرر لحد ما يوصل ان هو اتعرف على الخمس عناصر. فهعملها ازاي دي بقى؟ هقول له ريبيت كرر، بس انا مش عارف الرقم، يعني مش عايز اقول له 10، هقول له ريبيت انتل يعني. مش فاهمة طيب انا واحده اللي انت مش فاهمها هي في الاول خالص. طيب اول حاجه احنا حطينا علامه الاشاره دي، فيها مشكله اللي هي جوه، ما فيهاش مشكله صح ولا فيها مشكله؟ لا ما فيهاش طيب مشكله. تاني حاجه قلت له اعمل اناليسيس للصوره، اعرف لي الصوره دي ايه العناصر اللي موجود فيها، تمام. هيبدا يعني هي اعرف لي الصوره دي ايه العناصر اللي فيها مثلا. يعني هو هنا يعني الصوره دي هي بتاعت من الشخص جامع قمر كده. مظبوط. انا هديله صوره مثلا الشارع، هو يبدا يشوف فيه كام عربيه في الشارع دوت، تمام. لما كنا ممكن يقول لي 160 عنصر، فاقول له ايه اعرف لي كام عنصر سيت اوبجكت، يعني خلي الاوبجكت ده عدد العناصر الموجودين في الصوره. ماشي.
هيفضل يشغل البرنامج لحد ما يجيب لي اسم كل واحدة فيهم، تمام؟ فهيقول لي عدد العناصر، افضل شغل لحد ما عدد العناصر يساوي عدد الاوبجكت اللي موجودة. يبقى انا كده هشوف كام عنصر وابدأ اشوف اتأكد يعني ايه. لو هو اكتشف ان هم 4 عناصر هيجيب لي اسم عنصر عنصر عنصر، وبعد كده يوقف يجيب لي عنصر دي عربية، ده انسان، ده كتاب، وهكذا. فعشان كده هعمل له علامة ايه، اعمل لي مقارنة واعرف لي هم فيه كام عنصر. كده انا شفت كام عنصر موجود، وهدي له الفاريابل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الاوبشن. طيب هناخد دي ونحطها فين؟ في انتل دي. طيب عايزين ناخد بقى كل عنصر يبدا ان هو يعرف لي المعلومات بتاعته. فاقول له ايه؟ change object، يعني هجيب لي رقم 1 رقم 2 وهكذا اللي هو في الفاريبل change object by 1. طيب عايزين نخلي بقى المربع ده ياخد نفس السايز بتاع الشكل، بدل ما المربع ده يكون مثلا ايه كبير والشكل صغير، عايزه مثلا يعمل على الشخص نفسه كله. فاقول له ايه، اعمل لي set size set size size، هتلاقي في اللوك set size. يعني هو انا مثلا لو في الشارع وكده، هو انا مثلا اقول له عرفني على مثلا كامل في كام في الشارع عربية، ايوه صح، وعرفني جواها كام شخص. ممكن يتعرف لي العربية اللي ماشية اللي هي ذاتية القيادة، لازم كل ثانية تبدأ تعرف الصورة اللي قدامها، تاخد صورة وتحلل. لو لقيت في مرة علامة الإشارة المرور بقت حمراء تقف، لو لقيت علامة مكتوب عليها ستوب تقف، وهكذا. ماشي؟ فانا اقول له ايه، خلي لي السايز بتاع المربع ده مثلا. هو لو العربيه مثلا بتمشي من غير ما انسان يسوقها، أيوة. وقال مثلا يمشي على سرعه 60، وهو ما خدش باله من الساعه دي، وبعدين الكمبيوتر نفسه مثلا هي عند رادار مثلا ما كانش لابس الحزام في خد مخالفتين كده. حلو قوي، حلو قوي، انا عجبني المثال دوت. طيب وازاي بتيجي مخالفه الحزام؟ في كاميرا موجوده بتصور لما تلاقي سرعه كبيره او بتلاقي في حزام او كذا، بتبدا انها تصور، تمام؟ ولازم يعني هو لما العربيه هي بتشتغل لوحدها بيبقى في شخص قاعد على كرسي السواق، ولا مش بيبقى قاعد؟ لا ما بيبقاش قاعد، ما هي بتسوق نفسها بنفسها. بقعد انا على الكرسي الثاني وابدا اقرا، او الاحسن ان انا اقعد على كرسي السواق بس يعني احتياطي، لو لقيت في حادثه ممكن اضرب انا فرامل، حاجات زي كده. ماشي؟ الكاميرا اللي هي بتشوف الحاجات دي كاميرا بتحلل، بتبدا تشوف مثلا انا مثلا سايق بسرعه عاليه، او انا مش لابس الحزام، الحزام هو ادينا له 1000 صوره لصوره واحد لابس شرطه كده لونها اسود، ورينا له صور كتيره لواحد مش لابس الحزام، فبيبدا ان هو يخلي باله من حاجه زي كده. هو مثلا لو الرادار اللي هو في الشارع مش معمول بالذكاء الاصطناعي؟ معمول بالذكاء الاصطناعي، معمول بالذكاء الاصطناعي بيوفر وقت. لو هو مش معمول بالذكاء الاصطناعي وبيصور وخلاص، الراجل هيقعد وقت كتير ان هو يتاكد ان الصور مظبوطه ولا لا. فبالذكاء الاصطناعي بيوفر لي وقت، بدل ما انا اقعد مثلا اليوم كله، لا ممكن اقعد وقت صغير وهو يبدا يشوف لي المشاكل بتاعتي، تمام؟ طيب انا قلت له ايه، خلي المربع ده مقاسه مقاس العنصر نفسه، يعني لو العنصر كبير خلي المربع كبير. طيب هقول له بقى ظبط لي الاكس والواي. يعني ايه الاكس والواي؟ يعني المربع ده يبقى عند الشخص بالظبط، ما يبقاش في النص على طول، هو هنا موجود في النص، انا عايزه يتحرك. فهقول له ايه، سيت اكس 2 وسيت واي 2. طيب الاكس اللي هو لو انا واقف هنا وبتحرك ايه بالشكل دوت، افقي، لو انا بطلع لفوق بيبقى ده اللي هو الواي، تمام؟ طيب هقول له بقى ايه، ظبط لي الاكس والواي اللي هي دي، تمام؟ طيب الاكس اهي هاخدها احطها في الاكس، والواي هاخدها احطها ايه في الواي. هنشوف البرنامج بيشتغل ازاي. طيب هقول له بقى اوبجكت، يعني خلي العنصر بتاعي ده هو الاساس بتاعي في ان انا اخد الحجم. اوبجكت واوبجكت تاني. طيب هيقول لي ايه بقى، هيقول لي الكلاس. يعني ايه الكلاس؟ يعني العنصر ده نوعه ايه.
ست كلاس. انا ممكن ما اقولوش حاجه غير الكلاس، بس بعد كده المربع ده هيبقى بعيد، يبقى هو بيقول لي العنصر وهو مش قادر يتعرف عليه. تمام، طيب خلينا نشوف كده مع بعض. انا طلبت منه اف الكود دوت، اول حاجه المربع ده هيبقى مقاس الشكل ويعرف لي ويخليه يتحرك على الاكس والواي بتاعه ويقول لي النوع بتاعه ايه. أنا مش فاهم. طيب بصي بصي بالتجربه كده، احنا لما اشتغلنا هو اتعرف على ايه الشخص دوت. تمام، طيب خلينا نوقف ونشغل تاني. قال لي ان ده بيرسون، ده شخص. طيب خلينا اجيب لك صوره تانيه من على الجهاز عندي، هجيب صوره مختلفه وانت برضو وانت بتجربي جربي صوره تانيه وهشرح لكم الكود تاني. احنا كتبناه مع بعض لكن ممكن نشرحه تاني مفيش مشكله. هناخد مثلا صوره زي دي، دي صوره من شارع، ماشي اهي صوره من شارع. تمام اهو، هقول له شغل، هيبدا بقى ايه. اه بص، قال لي ان دي عربيه. تمام، قال لي ان دي عربيه، دي عربيه، بدا يتعرف على العربيات اللي موجوده. كام عربيه؟ 5 عربيات. ماشي، تعالوا نرفع صوره ثانيه كده، هو قدر يعرف في 8 عربيات، عمال يعد العربيات اللي موجوده. ماشي، تعالوا ناخد الكود ونشرحه. مثلا دول لينو تاليا، هما لسه صغيرين، دول كبروا ان شاء الله. ماشي، هو بقى شغل واشوف هو اتعرف ايه على مين الشخصيات الموجوده. انا اول حاجه كتبت له في الكود قلت له اناليسيس ايمج، يعني حلل لي الصوره ديت. ماشي، فهو لما بيحلل الصوره اهو، ده شخص وده شخص تاني، يبقى انا عندي شخصين في قلب الصوره، تو اوبجكت. ماشي، طب تعالى نشوف الكود. اول حاجه اناليسيس ايمج، يعني حلل الصوره دي اللي موجوده فين، في الستيج مش في الكاميرا. انا قافل الكاميرا هنا، بقول له ايه، اخفي لي المربع ده وخلينا نشتغل بايه، بالمربع اللي احنا عاملينه. على فكره في قطه اهي، بس عشان هي مش كامله ما شافهاش. تمام، يعني لو القطه دي كامله كان هيقول لي في قطه هنا. قلت له بقى ايه، عرف لي الاوبجكت خليه بزيرو، يعني احنا عدد العناصر الموجوده في الصوره دي زيرو، كل ما تتعرف على صوره زود. تمام، مش ايوه، هو الذكاء الاصطناعي يعني يعرف لو واحد يعني بيلعب كوره، بيعرف من اللعب بتاعه، بيعرف النادي بتاعه. اه طيب، لا يعني يعرف هو بيلعب ايه وكده. اه بص بص، انا دلوقتي ايوه، انا دلوقتي لازم ادربه عليها. يعني انت لما بتستخدم برنامج ذكاء صناعي بيكون هو اتدرب على حاجات كتير قوي، ففي برامج كتير قوي مركزه قوي مع لاعبين الكوره، مع فالفكره كلها لو انا مش معنديش زي محمد صلاح ويلعب في نادي الاهلي. ايوه، لو انا ممكن اعرفه ايه، ادي له صور مثلا كل اللاعبين وادي له المعلومات وهو يبدا ان هو يتعرف عليهم. بعد كده لو اديت صوره نيمار او انا ما بفهمش في الكوره الصراحه، ف ابو تريكه مثلا كده، هيبدا ان هو يعرفه ويبدا يقول لك ده كان في نادي كذا وراح نادي كذا والرقم بتاعه كذا وكل المعلومات اللي انت عايزها. بس في الاول بيحتاج معلومات، هو صديق ليك بس محتاج ان انت تغذيه، تاكله. تاكله بايه؟ بالمعلومات. عرفه ان محمد صلاح ده مثلا بيلعب في نادي كذا، انا عارف ان هو كان بيلعب في نادي المقاولين تقريبا. ايوه، هو واحد يعني صاحب كده يعني مبابي، يعني صاحب عاشور كده، يعني يعرف مبابي يعني صاحب عاشور. ماشي، انت عايز تعرف اللعيب ده صاحب دوت. اه حلو قوي، يعرف عرفه في الاول، يعني عرفه الاول. هو ممكن يعرف من خلال ايه، نشوف صورهم مع بعض فيبدا يقول لك اه ده هما الاثنين بيلعبوا في نفس النادي. هو الذكاء الاصطناعي ممكن تساله اي سؤال يبدا ان... طيب خلينا ثانيه واحده معايا. خلينا نسال شات جي بي تي، بس اسال انت السؤال عشان انا ما بفهمش حاجه في الكوره، يعني معلوماتي في الكوره زيرو. ماشي، ايه السؤال اللي انت عايز تساله؟ معصور يعني بيحب مين في الكوره؟ مين؟ صاحب مين في الكوره؟ امام عاشور. امام مين؟ امام عاشور ده لاعب كوره؟ ماشي، امام عاشور لاعب كوره. من هم اهم اصدقائه في اللاعبين؟ ماشي، طيب تعال نشوف بقى الإجابة. إمام عاشور
هيبدأ بقى يدور في النت، بيقول لك ان هو بيلعب في نادي الاهلي، اصدقاء المتطورين المقربين مين؟ في واحد اسمه محمود كهربا. محمود كهربا هو عنده صاحب، هو حضرتك السن اللي هو مثلا عين سن عن 7 سنين مثلا. ممكن تقول له، بس هو جاوبني كده اجابه عامه ان هم اهم اصدقائه واحد اسمه كهربا، تمام؟ وهكذا. فانت ممكن تقعد تسال شات جي بي تي الاسئله اللي انت عايزها وهو يجاوبك عليها ان شاء الله، تمام؟ تمام. طيب انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس اتمنى تطبقوا وتورونا الحاجات، تبعتوا لنا صور للحاجات اللي انتوا عملتوها. يعني هو لما جامل الهوم ورك اعمل ايه بقى في الهوم ورك؟ الهوم ورك مطلوب منك تطبقي اللي احنا عملناه، يعني كم مثال دول هبعته لك. تمام، حاولي تطبقي. هبعته حضرتك، هتبعته على التليجرام؟ هبعته لك على التليجرام، تمام، او الوالد هبعت له على الواتساب او اي حاجه، يعني مفيش مشكله، هقدر اوصل لكم الملف البرزنتيشن دوت عشان تقدروا ان انتوا تطبقوا عليه، ولو في اي مشاكل اكتبوا لنا مثلا في الكتاب. هو مثلا لو انا مش فاكره حاجه فاروح للحصه واذاكرها؟ المحاضره مسجله، تقدر تشوفها في اي وقت، المحاضره مسجله، لو في اي مشكله مش عارفين تطبقوها نتكلم وندخل نطبقها ان شاء الله. احنا بناخد ساعه في الاسبوع عشان طول الاسبوع تطبقوا براحتكم ان شاء الله، تمام؟ إيه. عايزين حاجة؟ أي حاجة أنا تحت أمرك. شكرا شكرا، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام عليكم.